أما فيما يخص أخوتنا حفظكم الله ورعاكم، فيما يخص لي كلابيون ديال روتور، نهضروا قبل لي كلابيون ديال روتور. فرضا أنه الكلابيون ديال روتور ما درناهش، درنا البومبات كيما راهم هكذا. أنت الآن عندنا وحدة بومب مارش وحدة تريح ريزيرف، ولا هذه تمشي مارش رقم اثنين ورقم واحد تريح ريزيرف. طيب ماشي مشكل، إلا غزينا بالكهرباء هذه بومب أن، هذه فصلنا عليها الكهرباء وغزينا هذه بومب أن بالكهرباء، لازم نغلقوا الفانا تاع الدو، وإلا راح دير لنا هنايا حلقة مغلقة، هنا تبدا الدور لا بومب تجبد من الكوليكتور التحتاني وتبعث للفوقاني وتعاود تصفيليه منا ويعاود يدور وتريح هنا غير الدور الدورة، علاه؟ لأنه ما غلقش الفانا هذه، لأن الآن كل مرة تحطم ثاني مول الدار في حرج وتقول له يا ودي إلا مشيت بومب أن أغلق الفان دو، وإلا مشيت بومب دو غذيتها بالكهرباء أغلق الفانا تاع الآن، وربما هو مسكين يروح للطابلو تتلف له، ربما يغلق الفانا تاع الدو ويشعل ويغذي بالكهرباء الدو، وش يصرى لها البومبا تنحرق البومبا، يروح لها البوبيناج ولا ما صوتاتش ولا ما صوتاتش لا ديارتي. اذا الان هنا درنا مول البي في حرج، كل دقيقه لازم يغلق هذه ولازم يفتح الاخر لازم كذا، حنا درنا هذو لي كلافي اونتيريتور، علاه؟ لي فان هذوما ما يمسهمش، هذو لي فان يولوا سي دي فان دانترفونسيون ولا دي رينوفاسيون، ولا باش نبدلوا بومبا ولا باش نريباري ولا كذا، ما يمسهمش مول الدار لي فانات هذوما. واش يدير؟ يروح للطابلو يمشي البومب ان مباشرة، والبومب دو راهي طافية، وبصح واش اللي يخلي الماء ما يدورليش الفانات مش مغلوقين؟ هو الكلابي، هو اللي يحميني، ما يخليش الماء يدور حلقة دائرية هنا مغلقة في الكوليكتور، يجبد من لاسبيراسيون ويبعث هذا تاع لا ديكونت وراه يدور هنا، هذا يحميني. ولا مشيت الدو عندي هذا يحميني، كلابي تاع الان يحميني، ولا مشيت الان عندي الكلابي تاع الدو هو اللي يحميني، هذا هو خوتنا. امر اخر، الكلابيون دي روتور من الاهميه بمكان، علاه؟ لانه ان نقدر ندير طابلو في الطابلو الكتريك، ان راح نقول له الكتريسيان يدير لنا كما نقولوا حنا مينوتري، تمشي البومب 1 24 ساعه ثم البومب 2 24 ساعه، ويكون التحكم على طريق واسمو اجهزه التحكم في لا كوموند، تمشي 24 ساعة هذه وبعد 24 ساعة هذه هي وهي رايحة. وعلاه؟ باش البومب ما تريحش ريزيرف 4 شهور 5 شهور وما تبلوكيش لا توربين، لأنه لا توربين كي تطول ما تمشيش البومبا تبلوكي تربي بالك كالكار ولا مانيش عارف وتبلوكي، تولي لازم ديبلوكيها وكذا من هي، ربما ثاني كذا كنحطوا الناس في حرج. اذا واش نديروا حنا؟ نمشيو هذه بومبا 24 ساعه 24 ساعه وهي راهي تبدل بيناتهم، واللي يخلي هذا يمشي يعني من غير انه يتدخل مول البيت وكل دقيقه يغلق هذه ولا يغلق هذه، يغلق بومب 1 ولا يغلق بومب 2 من الفوق، هو لي كلابيون تي روتور. لو كان ما كانش لي كلابيون تي روتور حنايا في لارمواري الكتريك لا كوموند ما نقدروش نديروها تمشي هذه ومن بعد هذه، لانه ما يتحكملكش هو في الفانات، غير اذا درت ديزيليكتروفان وقويت على مول الدار ربما لا بياس وغير ذلك وقويت عليه لا جان لي ديزيليكتروفان، نجمو ثاني نديروه ديزيليكتروفان تولي كلش منيه، لكن هكذا احسن. كلابيون تي روتور ومنيه تمشي الان وبعد الدو وبعد الان وبعد الدو، ما تتكريبا حتى وحده، والاخرى تروبوزي ثاني 24 ساعه راهي تستراح البومبا ما شاء الله. اذا يربح لا دوريد في تاع البومبا ويربح هاد الامور. هذا الكلابيون اونتي روتور رانا تكلمنا عليه الان، انه من الاهميه بمكان هكذا، لانه الامر الاول تقدر نديرو حنايا، نقدروا نديرو لا كوموند في لارموار تمشي الان بعد الدو يعني بالتناوب. هذا امر ما نقدروش نديروه الا ما كانش لي كلابي، لانه لازم يتدخل مول البيت يغلق الاولى الفانا تاع الدو كل مره. كذلك ثاني اللي نربحوه انه البومبات هذه ما يجيش مول الدار يغلط، فيغلق الان ويمشي الان في عوض يمشي الدو ويحرقها الى غير ذلك، ولا يجي يمشي الان وما يغلقش الفانا وتريح هنا حلقه دائريه وبعد يريح مزرور ويقول لك علاه ما مشاتليش وما بردوليش ما سخنوليش لي رادياتور ويعيط للشوفاجيس مكتش يجي ما ينش عارف. اذا هذا كلابيون تي روتور من الاهميه بمكان. الامر الثالث اللي نهضروا عليه هو هاد لي فان هذوما
افولون وعلاه درنا زوج وما درناش وحده؟ بكل بساطه اذا درت وحده، اذا درت فانا وحده برك هنا الفوق ولا لتحتها ما راحش تعزل هذا البومبا، لانه لابوس سيركوي تاعك راه مفتوح منا من تحت ومفتوح من الفوق. اذا اذا درت فانا وحده منا، فرضا انه انا هذه تخسرت لازم نريباريها، لازم نغلق الفانا هذه ونغلق الفانا هذه حتى نعزل هذا المضخه من السيركوي تاعي، سيركوي فيرمي، نعزلها تقعد هذه تمشي وهذه نديها ونخلي مول الدار كيما نقولوا الريزو تاعو اون مارش، الريزو تاعو يمشي. هذه هي بصح الا كانت عندي مثلا غير فانا الفوق وما كاش فانا لتحت نغلق الفوقانيه، لكني الا فتحت انا ناحيه البومبا راهو يخرج لي كامل الماء لهنا سيركوي فيرمي كي تعرف فتحت له هنايا. اذا هذا واضح جدا انه زوج فانات حتى تقدر تعزل البومبا هذه وتقدر تنترفوني، هذا امر واضح جدا. امر ثالث رابع على هدرنا مثلا تيفلونيكيد، تيفلونيكيد خدمنا به لانه هو صعيب جدا باش تعاود ديفيسي لابياس. على كل حال بليرشو تقدر ديفيسيها، احنا بليرشو ديفيسيوها عادي، لكن تعب شويه معاها طلب جهد. لكن علاش خدمت انايا بليفان افولون ما خدمناش البليفان ابرا؟ الاولى ليفان ابرا هما اللي يتخسروا، ليفان افولون هذو هما ما يتخسروش باذن الله تعالى. كي نقولوا ما يتخسروش ماشي معناتها راهي يعني تخلد، ولكن نقولوا حنا لا دوري دفي تاعها ماشي كيما الاخرى. لافانابرا لو كان تخسر لك لافانابرا دي فوا تولي تفتح ولا تغلق تولي خلاص لابول هذيك اللي تجي لداخل خلاص خسرت، تريح مبلوكيه مغلوقه ولا مبلوكيه مفتوحه، واش تولي؟ تولي لازم تفتح الانستالاسيون وتعاود تبدلها كليا يعني. اذا تولي ثاني طيح في حرج انت يعني في جبش في عوض تجي في خدمه تاع خمس دقائق تولي في خدمه تاع مانيش عارف شحال، فهمت؟ لكن هذا الفانافولون واش تربح؟ حتى وركبناها بالتيفلونيكيد راهي خلاص احنا ما نحوسش نفتحها. الا تخسرت لافان عندنا هنايا هذا الـ هذا كيما نقولوا احنا وين يجي البريسي توب هذا البولون هذا عندها تكتر احيانا منه فقط هذا ما كان، كي تبدا تكتر تزير غير هذا البولون هذا يزير على البريسي توب جوان طوريك راه لداخل يتزير عليه خلاص ما تزيدش تكتر. نهار يولي هذاك البريسي توب نقولوا مثلا يبس ولا خسر تقدر تفتحها كامل، تفتح من هذا الكور ما كان لا تنحي كامل الفانا، الفانا تقعد كامل في الانستالاسيون، تنحي غير هذا الكور هذا ديفيسيه نعاود نشري لها وحده اخرى كيما هي ونركبها لها ونفيسيها فقط. انا هذه تريح خدمه تاع ثلاث دقائق، ديفيسي هذه في دقيقه وتركب الاخر في دقيقه. الانترفونسيون تاعك سهله، الفانا فولون سهله باش تعاود تنترفوني فيها، الكور تاعها يقعد لاصق مع الانستالاسيون ما تمسوش، تولي تمس غير هذه غير هذا الراكور هذا يا تنحيه وتركب تاع جديده فقط. كاين وين يتباع وحده وكاين تباع عادي، نشريها كامله نحيها من الكور نتاعها ونلصقها لانه الكور هذا ما يخسرش ما عندوش شي يخسر فيه، لذلك هذه من الاهميه بما كان. ثاني هذا الفانا هذه الان قلنا بتيفلون ليكيد حتى ومثلا خسرت ما راحش تنحيها انت منها، راح انت الدي بي سي غير هذا لابارتي وتعاود تبدلها. لذلك يعني ما تطيحش في حرج، ولو كان تخدم بليفان ابرا راح تطيح في حرج كبير نهار تحب تفتح تغلق وتكون الفانا بلوكات تولي لازم تفتح الانستالاسيون تاعك وخدمه كبيره في ديامات الكبير راكو تعرفوا. اذا هذه الفانا افولون راهي يعني ليزافونتاج تاعها على الفان وعلى الفانا ابرا راهم يعني بزاف، منها ليزافونتاج تاعها انه هاد لي فانا افولون احنا ثاني نخدموا بلي فانا افولون على ما نخدموش بالفانا ابرا حتى هنايا، وهذه نصيحه نمدها لخاوتي لانه فانا ابرا سي اون فان دو سيكسيون تفتح تغلق، بصح هذه فانا فولون تخدم سيكسيون تفتح تغلق، وثاني في نفس الوقت سي فون دو ريغلاج. انا مثلا انا نديت لي شونجور وكان لي شونجور هو اقرب جهاز لهنا ولا يدي بزاف الماء واش ندير؟ انا نقدر ريغلي بها نغلق نفتح مثلا غير كار دو تور، راني غلقتها كامل ومن بعد نفتح دو كار دو تور ونخليها تولي انه قدرت نريكلي بها لا ديطونت تاعي كيما نقولوا حنايا لاسبيراسيون تاع لي شونجور، نعطيت له غير شويه وراه يسخن ما شاء الله ونخلي تكفي جهه واحده اخرى. لكن كي تكون عندك فانا برا تفتحها غير ما تقدرش تريكلي بها كيما تريكلي بالاخرى، راك فاهمين؟ اذا هذه اللي تقدر تريكلي بها فانا فولون سي فان دو ريغلاج في نفس الوقت تريكلي بها الدي بي تاعك
ماشي كيما الفانابلا، وزيد ثاني لانترفونسيون تنحي غير هذا الكور البراني هذا اللي جاي راه في الاكستيريور هذا، وتنحيه وتعاود ترجعه بكل بساطة وبكل سهولة. هكذا رانا جاوبنا على تقريبا بعض الاشكالات. تيفلون ليكيد قلنا باللي ما كانش اشكال كيكون في الفانافولون، ويكون الاشكال في الفانابرا، لانه الفانابرا الى خسرت مشكل لازم تعاود دي في سي، لكن عليك وعلى ليرشو هذه تستعين به باذن الله تنحالك. وهذو لي فان لازم يكونوا زوج حتى باش تعزل هذا البومبا باش تقدر تنترفوني، وكذلك الانترفونسيون قلت لكم في لي فان هذو ما سهله منا. والامر واحد اخر تاع ريكلاش تاع لي ديبي، حنا ثاني من بعد لما نروحوا لهنا ربما لي شونجور ثاني يسحق يسحق ديبي صغير برك، لانه راه قريب للشوديره بزاف، نقدر انا نغلق هذو تاع لي شونجور نغلقهم كامل ونفتح لهم غير دو كار دو تور. في عوض البرا لا، البرا اي واحد يجي يمسو يقول لك هذا مو مغلوق مو مفتوح، ربما يخلط لك فيه يروح لك الريكلاج، لكن فانافولون الناس ما تمسش عموما، الانسان ما يمسهاش. هذا والله اعلى واعلم. وباقي من بعد ان شاء الله لما نركبوا كامل باقي الاجهزه رانا بدينا فيها ان شاء الله، انا من بعد نديروا فيديو واحد اخر. وفقنا الله واياكم وحياكم وبياكم وجعل الجنه مثواكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.